وزي ما اتكلمنا مع حضراتكم في المقدمة في هذه الحلقة، مؤسسة حياة كريمة عملت امبارح احتفالية كبيرة في محافظة المنيا ل100 عروسة تم تجهيزهم وإدخال الفرحة على قلوبهم. ده طبعا جه ضمن مبادرة يدوم الفرح اللي بتقوم بتجهيز العرائس على مستوى محافظات الجمهورية وخصوصا في القرى الأكثر احتياجا، وكمان أيضا بتعمل دورات تدريبية بعنوان مودة لتأهيل المقبلات على الزواج. احتفالية كبرى أقامتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة المنيا بالمسرح الروماني بكورنيش النيل لتدخل الفرحة والسرور على 100 عروسة ضمن مبادرة يدوم الفرح، والتي تقوم بتجهيز العرائس على مستوى الجمهورية خاصة في القرى الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى جهاز العروسة الذي يضم ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وشاشة تلفزيون وحقيبة لمستحضرات التجميل. كذلك أطلقت المبادرة دورات تدريبية بعنوان مودة لتأهيل المقبلات والمقبلين على الزواج بالتعاون مع الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعي. تضمنت الاحتفالية عدداً من الفقرات الفنية والغنائية المتنوعة، وقدم الفنان محمد صلاح عدداً من الأغاني المتميزة له وسط أجواء البهجة والفرح، وشملت أيضاً فقرات الحفل عدداً من الفقرات الخاصة بالفرقة القومية لكورال أطفال المنيا، بالإضافة لعرض لفرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة المنيا. خلال الحفل قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية في تاريخ الدولة المصرية، والتي نجحت في توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل المشاركة في أنشطة المبادرة وتقديم صورة إيجابية لما يجب أن يكون عليه العمل المجتمعي. كما أكد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لم تقتصر على توفير الخدمات العامة وتطوير المنشآت والبنية التحتية في الريف المصري فقط، بل امتدت رعايتها للجوانب الاجتماعية للمواطن المصري.